هاي يا بناتي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده هيكون فيديو كده سريع ومختصر للناس اللي طلبت مني ان انا اعمل الفيديو ده. انا كنت عاملة فيديو عن جهاز اللي هو الكوبي من فور يو لونا ميني 2، وده اسمه فور ايفر. تقريبا كنت عاملة الفيديو ده من سنة او اكتر، وانتوا طلبتوا مني ان اعمل لكم فيديو كده مختصر عشان ترجعوله ازاي هنجرب الجهاز قبل ما نشتريه، وازاي كمان هنغسله، وازاي نشحنه، وازاي نتأكد ان الجهاز ده شغال كويس وكل حاجة. وانتوا عارفين طبعا الجهاز ده ليه عندي اكتر من سنة، فهقول لكم الحاجات اللي انا لاحظتها مع الجهاز ده، وكمان هرد على كل الأسئلة اللي انتوا سألتوها لي، وهقول لكم ازاي تجربوا الجهاز قبل ما تشتروه. بس ما تنسوش قبل ما تروحوا للفيديو تعملوا لي اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بقدمها. ويلا بينا على الفيديو. اول حاجه هقول لكم تجربوا الجهاز الاول ده ازاي كويس، لان الانواع دي انواع صيني. في ناس كتير بتسالني بتقولي في فرق من الانواع المكتوب عليها فور يو والانواع المكتوب عليها فور ايفر والانواع المكتوب عليها اسامي تانية. لا، مفيش فرق، كلها انواع صيني. اهم حاجه الفيصل في الموضوع ده كله ان انت تجربي الجهاز كويس جدا، لان انواع الصيني طبعا كلها مختلفه. تمام، فالحاجه الوحيده اللي عشان تضمني ان الجهاز كويس ان انت تجربيه كويس. تمام، واول حاجه هنشغل الجهاز. في ناس قالت لي ان الجهاز الاصلي بيلف على شكل دايره، والجهاز الكوبي بيلف على اساس ان هو اهتزاز عشوائي. فانا جربت الجهاز اللي عندي ولقيته عادي بيلف على شكل دايره، مفيش منه اي مشكله، وزي ما انتم شايفين شكله. تمام، يبقى اول حاجه هنجرب الجهاز زي ما انتم شايفين يلف على شكل دايره. تمام، تاني حاجه هنعملها هنجرب المستويات. نسمع مع بعض، كل ما بنزود الصوت بيعلى يبقى معنى ذلك ان المستويات بتاعته كويسة، وكل ما بننقص الصوت بيقل، يعني المستويات بتاعته شغالة. تمام كده، كده اتأكدنا ان الجهاز بيلف كويس وكمان المستويات بتاعته شغالة. تالت حاجة هنطمن عليها وهو الشاحن. طبعا العلبة اللي بتكون هنا بيكون فيها الشاحن، واهم حاجة كمان الجهاز اللي تشتروه يكون مكتوب عليه ووتر بروف، وهتشحنه بطريقة سهلة وبسيطة. بس قبل ما اشحنه هقول لكم على حاجه، وطبعا قبل ما تسالوني ايه اللون اللي في الجهاز ده، وده اللي كنت عايزه اكلمكم عليه. انا الجهاز ده زي ما انتوا عارفين لي عندي تقريبا سنه ونص او سنتين. انا الجهاز ده كان فيه هنا شكل زي مسمارين لونهم شفاف او ابيض. الحاجه الوحيده اللي انا لاحظتها اتغيرت في الجهاز ده انه لما دخل فيه ميه او المسمارين دول جه عليهم ميه فلونهم غير. فعشان كده لما تيجي تشتروا النوع ده ما تجيبوش النوع اللي هو فيه شكل المسمارين ده. هنزل لكم صوره كده نوع بيبقى هنا ما فيهوش الشكل ده. حتى البنات اللي بعتت سألتني قلت لها هاتي النوع اللي مش بيكون فيه شكل المسمارين، اللي هو النوع اللي بيكون المنطقة دي لزق ما بيكونش فيها شكل المسمارين، وهنزل لكم صورتها عشان تعرفوا تجيبوها بالظبط. وهوريكم دلوقتي بيشحن ازاي، عشان برضو الحكاية دي سألتني عليها ناس كتير، وطبعا لازم تجربوا الموضوع ده قبل ما تشتروه، برضو تتأكدوا ان الشاحن شغال. تمام كده، دي الوصلة اللي بتيجي مع الجهاز بتبقى في العلبة دي. طبعا هنوصلها بشاحن عادي عندنا بتاع موبايل، وزي ما انتوا شايفين الجهاز بدأ ينور ويطفي عشان تبقى الصورة واضحة بس ليكم. ثواني هطفي الفلاش عشان تبقوا شايفينها كويس. وزي ما انتوا شايفين كده اول ما وصلناه بالشاحن بيفضل ينور ويطفي زي ما قلت لكم برضو في التعليقات. كده هو بيشحن، كده الشاحن تمام، وكده البطارية كمان تمام. وهقول لكم على كم معلومة عشان تحافظوا على الجهاز اكتر فترة ممكنة والبطارية ما تبوظش بسرعة. اول حاجة لازم ما تشحنوش الجهاز ده غير لما يفصل تماما. تاني حاجة حاولوا لما تخلصوا استخدام الجهاز ده او تغسلوه كويس. عادي الجهاز ده بتنضفوه تحت المية كده بتغسله كويس، وممكن تحطي عليه مثلا لو عندك صابون ديتول او اي حاجة سائلة تغسلي بيها الجهاز، وبعد كده بتوقفيه كده عشان المية اللي فيه تتصفى وترش عليه كحول. تمام كده، انت غسلتيه كويس وعقمتي الجهاز وكل حاجة تمام. وانا برضو هسيب لكم الجهاز شغال عشان تعرفوا هو لما بيجي يشحن بكامل بيبقى شكله عامل ازاي. تمام، شايفين ده شكله، انا سبته لحد ما شحن بالكامل، ما خدش معايا اكتر من ساعه. واول ما خلص الشحن الجهاز طفى. في انواع بنات كتير بعتتني ان هو اول ما بيخلص شحن اللون بيفضل شغال، يعني على حسب الجهاز اللي انت بتشتريه. في جهاز لما بيخلص شحن بيبقى مطفي زي كده، وفي جهاز اول ما بيخلص شحن بيبقى اللون بتاعه ثابت منور،
وكده اكون رديت على كل الاسئله اللي انتوا سالتهولي، ازاي بتشحنيه، ازاي بتشغليه، ازاي بتجربيه، وازاي بتغسليه، وايه الانواع المنتشره في السوق، وايه الفرق بين كل الانواع. وزي ما قلت لكم، الفيصل الوحيد ان انت تشتري جهاز كويس ان انت تجربيه، لان طبعا انواع الصيني مختلفه والاصدارات كمان بتاعتها مختلفه. فالحاجه الوحيده اللي تاكد لك ان الجهاز ده كويس ولا لا ان انت تجربيه بنفسك، وما تشتروش الجهاز غير لما تكونوا متاكدين ومجربين كويس ان هو شغال وكل حاجه. ولو اخدتوه وجربتوه وحسيتوا ان هو فيه مشكله، او شكيتوا ان البطاريه او الشاحن مش بيشحن كويس، رجعوه على طول. هو الجهاز حلو جدا، وطبعا انا عملت عنه ريفيو فمش هعيد الكلام تاني. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. ولو حابين تسألوني على اي حاجة اكتبولي تحت في التعليقات، وانا برد على كل التعليقات. وشكرا ليكم، ومع السلامة.